هتشارك معاكم كل يوم في جملة مفيدة للبلد والمصر. الهاشتاج اللي هنعملها بقى اننا هنقول لكم ادخلوا على تويتر، كل يوم هديكم جملة وهقول لكم في الجملة دي هتكملوها لي. هنختار افضل 10 هاشتاج، وعلى فكرة للي مش عارف الهاشتاج هاشتجوا معانا. الهاشتاج دي يعني إشارة لطيفة في موقع تويتر على التواصل الاجتماعي، بنحط فيها علامة الهاشتاج ونقول جملة، وبقى الجماهير كل واحد يكمل الجملة دي على كيفه. أنا هستنى مشاركتكم على الهواء، أهو معايا، أهو أنا فاتحة التويتر بتاعي أما أشوف هتوصلني ولا لأ. فطبعا كل يوم هيبقى عندنا آن الأوان، تن تن تن، هتكملوا لي وآن الأوان. يلا فين الهاشتاج؟ نزلوها لي على الشاشة، فين الهاشتاج؟ يلا هنرجع برضو بهاشتاج تانية هقول لكم عليها دلوقتي، تركزوا معايا. هنطلب فيها طلبات كتيرة قوي، وبكرة هنسمع رئيس مصر يحلف اليمين، فاحنا هنقوله في الهاشتاج ايه؟ احلف يا سيسي. طب احلف يا سيسي الهاشتاج. يلا يلا